من الدعاء للذرية كذلك دعاء الإنسان إذا وصل إلى 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هناك دعاء قريب من هذا الدعاء وهو دعاء سليمان عليه السلام، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لكن الذي يتضمن الدعاء للذرية عندما يتأكد عندما يصل الإنسان يبلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا ملمح معين، ما قال وأصلح لي ذريتي، وإنما قال وأصلح لي في ذريتي. وهناك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لأن طيب ما الملمح هنا؟ هل يمكن وقوعا أن كل ذرية الإنسان تكون صالحة؟ هل يمكن وقوعا، هل وقع أن ذرية واحد من الناس كلهم تتالوا منه هو إلى أن تقوم الساعة كلهم من الصالحين؟ هل هذا حصل؟ ما حصل ولن يحصل. حتى لما جاء إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، ماذا كان الجواب؟ قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين. كأن هناك إلمح لإبراهيم عليه السلام أن ذريتك سيكون منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طيب، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة بنو إسرائيل من ذرية من؟ من ذرية ما؟ من ذرية إبراهيم عليه السلام. طيب، ويعني تلك الصفات الدنيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. نحن كلنا من نسل من؟ إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. طيب، محمد بن عبد الله من نسل إسماعيل بن إبراهيم، وأبو لهب من نسل إسماعيل بن إبراهيم، صح ولا لا؟ فإذن هنا لما يعني ربي هب لي يعني اسمه وأصلح لي في ذريتي، هذه في تقوم بعض الأحيان مقام من التبعيضية، لأن الإنسان يعلم يعني بأن لا يمكن أن يكون الصلاح للذرية كاملة. وإن كان عندما يدعو طبعا هو لا يستحضر بأن أنا أريد أن يكون بعضهم من الصالحين وبعضهم دون ذلك، ما يرجو الإنسان ويتمنى أن يكون جميعا من الصالحين، ولكن وقوعا هذا لا يقع. يعني إن دعا الإنسان ودعا وبعد ذلك رأى أبناءه ورأى أحفاده ورأى ربما أبناء أحفاده منهم من هو صالح ومنهم، لا يقولن في نفسي أنا دعوت فلم يستجب لي، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا بأنهم لن يكونوا جميعا من الصالحين.